أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعرف على شاحنة الموبايل هواوي الأصلية. وهواي يسألوني، قالوا الأستاذ شلون أعرف إن هاي الشاحنة مال هواوي أصلية أو غير أصلية؟ مثل ما تشوفون عندنا نوعين من الشاحنات، سودا وبيضة، اثنينهن من شركة هواوي. اريد نعرف ياها الاصلية وياها غير الاصلية. اخواني، هاي السودة مثل ما تشوفوها مكتوب عليها، هاي مرسوم كاميرا اسم هواوي، اذا تلاحظون محفور اسم هواوي عليها، هاي محفور اسم. هاي اخواني غير اصلية، مو اصلية، هاي مو اصلية، تلاحظون مكتوب عليها هواوي وغيرها، بس هاي اخواني مو اصلية. الاصلية هي هاي الاصلية، شوفوها زين، شوفوها زين الاصلية. البراغي مالتها اقربها تكون سداسية الانكي ستانلس ستيل، يعني الانكي ستانلس ستيل، تفتح سداسي، برغي سداسي. فهاي هي الاصلية، اهم شيء يكون هذا برغي ستيل سداسي، مو برغي عادي. هاي مكتوب عليها هواوي هنا، هاي هي شاحنة الهواوي الاصلية، وهذا بسلايد يطلع ويدخل. هاي هي شاحنة الموبايل الاصلية، ويجي بها واير اليو اس بي، تريد تخليه وايرها تخليه مالتها. فهاي اخواني هي شاحنة هواوي الأصلية. لمن سألني، فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.